ديالهم. كيف ما كتعرفوا الدور اللي كيلعبوه جمعيه المجتمع المدني كل ما هو مرتبط بالتواصل بالتحسيس بالتوعيه. حنا كمندوبيه الصحه يعني في هذا النشاط حاولنا اننا نشاركوه باعتبار انه الاحتياج اليومي ديالهم مع الساكنه. باش نكونوا شويه واقعيين، كتبقى العمل الاداري ولا العمل داخل المستشفى عنده واحد المساطير، عنده واحد الطريقه ديال البريزون شارج اللي ممكن انه كنبقاو شويه مقننين حتى في طريقه العمل. تكلم سي بهادي، تكلمت السيده بنكيره على انه غادي نحاولوا نتواصلوا مع الساكنه. باش نكونوا واضحين، راه التواصل اللي غادي يكون بالنا هو التواصل ديالكم نتوما، حيت الاكراهات اللي عندنا هي اكراهات كبيره. كيبقى انه كمؤسسات راه كتستقبل المرضى، راه كتاخذهم يعني اون شارج، حسب المشكل الصحي اللي عنده. هذا اللقاء هذا اللي كان معكم اليوم بخصوص يعني الموضوع ديال السل، هو بمناسبه اليوم احياء اليوم العالمي للسل اللي كيصادف 24 من مارس، من شهر مارس. راه تقريبا كل شهر يكون واحد يوم عالمي ديال واحد المرض معين. حنا درنا هذا اللقاء يعني باش تشوفوا حتى الجديه ديال الجمعيه، تيلا لاحظتوا كون اتصلت بكم نهار الجمعه، الاغلبيه الحمد لله راهم لقوا الدعوه، باش تشوفوا حتى مدى جديه هذه الجمعيات ومدى استعدادها للانخراط مع وزاره الصحه، لاننا نتكامل وكيف ما انتم مثلا كتطرقوا الباب ديال مندوبيه الصحه اغلبكم في اطار تنظيم حوافل او تنظيم حملات تحسيسيه. فلماذا هذه الايام العالميه ديال كل مرض تنسقوا معنا ما يكونش العمل غير باتجاه واحد هو تنظيم قوافل طبيه، لماذا يكون ندوات او دورات تحسيسيه؟ كان اليوم التواصل معكم نشرح لكم هذا الموضوع ديال التسول بكل ما الاعراض ديالو الاسباب ديالو طرق العلاج، على اساس انتم عندكم واحد الحموله حاليا اللي غادي تحاولوا تمرروها للناس اللي كتواصلوا معاهم. ولا طبيعي الحال كانت شي حاله موجوده، فطبيعي الحال ديك الساعات كيتم اتصال معنا كمندوبيه الصحه. غير الحال الجميل صراحه اللي عجبني اليوم هو مدى الحضور ديال جميع الجمعيات اللي تواصلنا معاهم. بطبيعه الحال في هذه الحاله غتكون تجمعيه حتى مندوبيه الصحه غادي تكون حتى الطريقه ديال الشغل معكم في كل ما يتعلق بنشاطاتكم غتكون هي جديه فيه بالشكل المطلوب. انتم راكم واحد جمعيه اللي مؤسسه دستوريه ما سميتو